سألوني ما جوابي كلما حرت في أمر لماذا أو لما والحياة من حولنا أسئلة يبصر النور بها من علما خلق الرحمن كونا واسعا فبدت أسراره أو ربما فاسأل العليم عن أسراره واستمع تلقى جوابا عليما خلق الرحمن كونا واسعا فبدت أسراره أو ربما فاسأل العليم عن أسراره واستمع تلقى جوابا عليما ما حياة الناس ما الدنيا وما هذا ووضع كثير صعب تلعب الغلا كله يعني الخبز والاكل والشرب كله غالي وعنا منطقة لازم اكثريتهم فقراء ويوم محتاجين لكل شيء الارض وما هذه السماء نحن صرنا بظروف صعبة يعني وما حدا عم يعيننا اول شيء كل انسان عم يعتمد على نفسه عرفت كيف؟ نحن يعني بدنا نعتمد على نفسنا بس مش قادرين نعيش اكثر من معاش الواحد ما قادر يعيش طيب شو بدي يعمل؟ لا قادر يجيب خبز ولا قادر يجيب لحمة ولا قادر يجيب حتى عدس اللي هو مدردرة ما قادرين نعملها لا هي ولا السلطة طيب كيف بدي يعيش الواحد؟ ما نعيم الله ما جناته ما ارتواء من بعد الظما ما هو الخلد الذي نحلمه أجب اللهم قلبا حلما سألوني ما نعيم الله ما جناته ما ارتواء القلب من بعد الظمام والخلد الذي نحلمه أجب اللهم قلبا حالما ما نعيم الله ما جناته ارتواء القلب من بعد الظمام هو الخلد الذي نحلمه أجب الله نشكر جمعية الشيخ عبد الله النوري على مساعدة كتر خيره الله يبارك فيه جزاه خيرا سألوني